عاملين لي قطاعين طرق؟ بدك تشتغل مشلح لك معتز؟ اوعك! الايد الوحيد اللي بيسمح معتز تمد عليه هي ايد ابو عصام الله يرحمه، بس هاي الايد تنباس وتنحط على الراس. لو كان ابوك عايش الله يرحمه كان رضي باللي عم تساويه؟ خلطنا منك السماح عم يا ابو حاتم، وانا بوعدك اني رجع المصاري لاصحابهم والليله. الله يرضى عليك، جل الذي لا يخطئ. شوف يا عبدو، العسكر الخيانة صاروا قريبين كثير من هون عمي، والهيئة ناويين على الشر. اجمع رجال يا فتحي وقول لهم كلهم يطفوا النار لأنه عبايه لعيونك. وين محطوط؟ نواحي الجسر. معناها تقربوا. ليه ليلتكم يا رجال؟ لازم يعرفوا انه هي الارض محرمه عليهم. قولوا الله اليوم ما قتلون. يلا قولوا الله يا رجال. راح نربطهم عن تم بالحفره. قولوا الله يا رب. يا الله حيازتك للأسلحة وقتلك لبعض أفراد الدرك الفرنسي في أحد أحياء دمشق، والحكم هو الإعدام شنقا حتى الموت. تفضل شيخنا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. انطق بالشهادتين يا ابني، انطق بالشهادتين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفذ الأمر. طمنا حكيم. طمن عمي، جرحه براني كلها ساعتين وبإذن الله بفز مثل الحصان. الحمد لله. طمني عمي، إن شاء الله ما راح يكون شهداء. استشهدوا من عنا اثنين بس رديناه اللي بعد الجسر، وراح لهم أكثر من 10 قتلة. وكيلك الله سحبوهم من بين إيدينا. خليني أشوف اللي توفوا مشان أكد لك حالة الوفاة عمي. شرف حكيم. يا شكرا حكيم. أنا راد سمو لرضاي عليك، خليك جنبه وإذا اعتزت شي صرخ علي. أمرك عمي أبو حاتم. يا سماء شلون صرت؟ تمام اطمن. عمر الشاي باقي؟ طمني كيف الشباب؟ الحمد لله كلهم منيح. بس تشهد ابو ريشة وابو ياسر. الله يرحمه. شو بنام يا ابو حاتم؟ كلها مكون وخايف عليكم. أهون علي تروح عيني من عيوني ولا ينصاب واحد بيناتكم بخمشة صغير. دخيل الله اللي خلقك عمي أبو حاتم، أنت هيك على طول قلبك كبير. ما طمنك الحكيم على عيالك عمي؟ لسه ما عاد معه. طيب روح عود معه عمي، روح عود معه واطمن على عيالك.